Year 4، ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا مبسوطين دايما. كنا اخدنا يا ولاد الجزء الاول من درس السياحة، وعرفنا ان السياحة هي انتقال الفرد لزيارة اماكن معينة داخل وطنه او خارجه لأغراض متعددة، وعرفنا ان في نوعين للسياحة، سياحة داخلية وسياحة خارجية. السياحة الخارجية هي انتقال الافراد لزيارة اماكن خارج وطنهم، والسياحة الداخلية انتقال الأفراد لزيارة أماكن داخل وطنهم. وعرفنا إن في مقومات للسياحة، مقومات بشرية ومقومات طبيعية. المقومات البشرية تتمثل في تنوع الآثار اللي تركها المصريون القدماء عبر العصور، والمقومات الطبيعية تتمثل في موقع مصر المتميز ومناخها المعتدل، مناظرها الطبيعية، وجود أنواع من الرمال والعيون المائية زي عيون موسى اللي بتساعد في علاج العديد من الأمراض. طب يا مستر، حضرتك عمال تقول لنا السياحة ومقومات وأنواع، إيه هي أهمية السياحة أصلا؟ الموضوع كله يكمن بصراحة كده في الشوكولاتاية اللي بابا وماما بيجيبوها لك من السوبر ماركت. يا مستر يمكن حضرتك ما سمعتنيش، بس أنا بسأل أهمية السياحة. شوكولاتة إيه بس اللي حضرتك بتقول عليه؟ مش مصدق أنت. طيب فنفترض دلوقتي إن أنتوا في مول أو في سوبر ماركت، وبابا وماما معاكم، وبابا بيفتح المحفظة بتاعته علشان يطلع ال10 جنيه علشان يدفع لك حق الشوكليت اللي انت جبتها، او ماما بتفتح شنطتها علشان تدفع ال10 جنيه، اخدتوا بالكم من كلمة جنيه؟ ها، علشان تدفع حق الشوكليت اللي انت اخدتها. طيب انت اخدت الشوكولاتة بسهولة جدا واكلتها واستمتعت بيها وكله تمام، وانت بتاكل في الشوكولاتة وبتبص بعينيك على الكاشير التاني، لقيت في واحد واقف بس شكله مش مصري كده. وفعلا هو ما كانش مصري، هو كان لسه جاي من امريكا دلوقتي، وبيبص على الشوكولاتة وبيقول للراجل ايوه انا وان بليز. الراجل الاجنبي دوت بابتسامة جميلة كده، وراح مطلع محفظته وطلع دولار وراح مديه للكاشير. الكاشير طبعا شاف الدولار فقال له انا اسف، بس احنا عايزين جنيهات مصرية، مش هتنفع معانا الدولارز هنا خالص. قال له يعني ايه؟ قال له يعني حضرتك انا هنا بتعامل بالعملة المصرية، لكن العملة بتاعتك اجنبية، فانا مش هتنفع تاخد الشوكولاتة، انا اسف جدا لحضرتك، روح اي مكتب تحويل عملات غير الدولار بتاعك ولجنيه مصري وتعالى ممكن تشتري اللي حضرتك عايزه من كل انواع الشوكولاتات. الراجل الاجنبي طبعا ابتسامته اختفت وطلع بره السوبر ماركت هو وزعلان، بس اول ما طلع بره السوبر ماركت لقى في وشه مكتب تحويل اموال، فابتسم مره تانية، دخل وحول الدولارز اللي معاه مجموعه كبيره لجنيهات مصريه، ودخل تاني للراجل واشترى فعلا الشوكولاته، وانتهت القصه على كده. لا في الحقيقه ما انتهتش القصه، انتهت بالنسبه لك انت، لان انت روحت انت وبابي ومامي البيت وخلاص على كده. لكن اللي انت ما تعرفوش ان الراجل الاجنبي ده راح على الفندق بتاعه وقابل اصدقائه اللي عددهم 20 واحد. 20 واحد من اصدقائه، وهو ما كانش معاه غير شوكولاتتين تلاتة كده، وبدأ يدوق كذا صديق من اصدقائه. اصدقائه انبهروا من طعم الشوكولاتة، ايه الجمال ده، احنا لازم نشتري شوكولاتة زيك. اه بس قال لهم في خطوة لازم تعملوها الأول، إن انتوا تحولوا الدولارز اللي معاكم كلها، كل العملات الأجنبية بتاعتنا دي، عشان هنا بياخدوا جنيهات مصرية. طب نعمل ايه؟ لازم تحولوها زي ما انا ما عملت في المكتب بتاع تحويل الأموال بلا 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 بلا، وتشتروا الشوكولاتة في الآخر. لو رجعنا فلاش باك بالقصة هنعرف إن الراجل الأجنبي ده وفر لنا عملات أجنبية، عملات مش موجودة في مصر. نرجع لقصتنا تاني، أصدقائه ال20 فعلا وافقوا إن هما يشتروا الشوكليت، وفعلا دخلوا عند مكتب تحويل الأموال وقعدوا يحطوا الدولارز على المكتب وتزيد الدولارز، ومكتب تحويل الأموال بياخد الدولارز وتزيد الدولارز، والمكتب تحويل الأموال عمال ياخد ويعدي وتزيد عندنا عملات أجنبية، وبالتالي يزيد دخلنا القومي. إيه دخلنا القومي ده؟ أنا فهمت عملات أجنبية، إيه دخلنا القومي ده؟ الدخل القومي للدولة معناه إن فلوس الدولة تزيد،
من كل الأنشطة الاقتصادية، مش شرط سياحة، ممكن تعدين، ممكن صناعة، ممكن تجارة. يعني ببساطة الدولة عندها مثلا خزنة كبيرة كده، وجمعت اللي كسبته من السياحة وحطيته في الخزنة، وجمعت اللي كسبته من التعدين وحطيته في الخزنة، وجمعت اللي كسبته من التجارة والصناعة وحطيته في الخزنة. الخزنة دي كلها اسمها الدخل القومي، يعني الفلوس بتاعت الدولة. فمعنى ان في سياح بتيجي وبتدفع لنا عملات اجنبية وبيدونا فلوس، اذا الدخل القومي يزداد ولا يقل؟ يزداد. برافو عليكم. وبكده يا ولاد عرفنا ان اول نقطة في اهمية السياحة تساعد على زيادة الدخلين القومي وتوفير العملات الاجنبية. مش بس كده، وجود سياحة في مصر ده بيوفر فرص عمل للشباب، عشان في سياحة في بلدنا يا ولاد بنبني ونعمل مشروعات سياحية، بنبني فنادق، بنعمل منتجعات، قرى سياحية. طيب الأماكن الجميلة دي بيشتغلوا فيها إيه؟ شباب. ليه؟ لأن في سياحة. طب مفيش سياحة يبقى الأماكن الجميلة دي مش هيشتغل فيها شباب. إذن السياحة بيوفر لنا إن الشباب دول يشتغلوا في الأماكن دي، الشباب يوفروا خدمة للسائح، وبالتالي هو بيشتغل في نفس الوقت وبيكسب منها. إذن عرفنا إن أهمية السياحة تكمن في نقطتين: تساعد على زيادة دخلنا القومي وتوفير العملات الأجنبية، 2 توفر فرص عمل للشباب. طيب جميل خالص، ايه واجبنا نحو السياحة يا مستر؟ واجبنا نحو السياحة؟ لا هنا بقى لازم احكي لكم حكايتي انا وبنتي. في يوم يا ولاد اتفقت مع بنتي ان احنا رايحين رحلة للأقصر واسوان، محافظة الأقصر واسوان، علشان نشوف الاثار المصرية القديمة ونستمتع وما الى ذلك. طيب المهم قلت لها، هي فرحت جدا بس هي صغنطوطة كده شوية عنكم يعني، فقالت لي بابي بابي. قلت لها نعم يا حبيبتي. قالت لي انا عايزك تملي لي شنطه حلويات. حاضر، احط لك بس مش ياما يعني، هحط عشان سنانك. ماشي بابا، خلاص ماشي. المهم نزلنا السوبر ماركت وحطيت لها حاجات في الشنطه، بس قبل ما احط لها الحلويات في الشنطه كان في شويه حاجات تحت الشنطه كده هي حطاهم انا مش فاهمهم. انا عرفت تفسير الحاجات دي بعدين، هقول لكم ازاي. المهم وصلنا في المعابد الجميلة في الأقصر، وبدأنا نتمشى أنا وهي، وبحكي لها عن المسلة ديت وعن المعبد ده وعن الآثار الجميلة ديت، وأنا شارد الذهن كده وسرحان في المناظر الجميلة دي. لقيت البنت فاتحة شنطتها وبتشرب عصير وعادي. أوكي بصيت عليها لقيتها بتشرب عصير، مفيش مشكلة، اشربي يا حبيبتي. خلصت العصير ففي صوت كده سمعته، صوت مزعج يعني، اللي هو لما بتنتهي من العصير بيصدر ده. فقلت لها يا حبيبتي مش لازم تعملي الصوت ده يعني، اول ما تحسي ان هو خلاص انتهى يعني خلاص كده ارميه يعني. فهي فعلا اول ما سمعت كده راحت رمته في الارض. ايه ده ايه ده، انا بقول لك ارميه، احنا بنرمي الحاجة فين يا بابي؟ ما انت قلت لي ان انا ارمي يا حبيبتي في باسكت، احنا من امتى بنرمي الحاجة في الارض؟ رمت الزبالة، رمت العصير على الارض، ما حافظتش على النظافة بتاعت الاماكن السياحية دي. فدي اول حاجة لازم ناخد بالنا منها، المحافظة على نظافة الاماكن السياحية. وعدى الموقف ده وخلاص على كده. اتمشينا شوية يا ولاد، ووقفني جدار كان مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية. قعدت أقرأ كده وأتأمل الرسومات الجميلة وأنا سرحان، ولقيت دي طلعت من الباك باك بتاعتها قلم ماركر وبدأت تكتب على مسلة يعني عمود ضخم كبير قوي تم نحته من قبل القدماء المصريين، أثر عظيم يعني، حاجة كده معمولة من آلاف السنين المفروض إن احنا نحافظ عليها جدا. فلقيت دي طلعت الماركر وبدأت تكتب بحبك يا بابا. ايه ده ايه ده، غلط جدا. انا لحقت اول ما كانت بتكتب بحبك، ف البيه حرف البيه بس. قلت لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قالت لي انا هكتب بحبك يا بابا. لا لا لا، مش هنا مش هنا، انت كده بتشوهي المناطق الاثريه دي وده غلط جدا. فتاني حاجه
عدم تشويه المناطق الأثرية. يبقى أول حاجة نحافظ على نظافة المناطق السياحية، تاني حاجة عدم تشويه المناطق الأثرية. عدى الموقف، عدى الموقف، مشينا شوية وطلعت شوكولاتة علشان تاكل فيها، فالشوكولاتة ما كانتش جامدة، كانت سايحة شوية. فهي وبتاكل في الشوكولاتة السايحة دي، وعدى راجل معاه مراته، باين ان هما سياح يعني. الراجل حاطط كاميرا في رقبته وبيصور، والست حاطة برنيطة على راسها وبتصور بكاميرا صغنطاطة، فشكلها شكل السائحة ديت مختلف شوية بالنسبة للبنت. فالبنت سألتني، فبتقولي بابي هو ايه ده، ايه دي؟ قلت لها دي سايحة. قالت لي زي الشوكولاتة بتاعتي. أحيي، لقيت الراجل جاي عليا، فأنا قلقت شوية يعني. بيقول لي لو سمحت، بأدب كده وبذوق، فأنا احترمته جدا واتفضلي فأنا عايز ايه. قال لي لو مش هزعج حضرتك يعني، ممكن تقول لي فين أهرامات الجيزة، أمشيلها يمين ولا شمال؟ فأنا رديت عليه قلت له حضرتك احنا هنا في الأقصر. في الأقصر انت مستوعب؟ فقال لي ايوه، يعني أمشيلها يمين ولا شمال. فهنا البنت الصغيرة قالت لي ايه، بابي مش الأهرامات دي موجودة في الجيزة، والجيزة بعيدة عن الأقصر. الراجل ده غريب جدا. طبعا الراجل اتحرج لأن ما ينفعش تعمل كده. فقلت لها بنت بس عيب كده، فيعني للأسف ما ينفعش نعمل كده خالص، لازم نعامل السياح معاملة حسنة، ودي اللي هي بنتي ما عملتش أي حاجة فيها يعني. فأوعوا تعملوا زي بنتي خالص، لازم نحافظ على مناطق سياحية ونظافتها، لازم ما نعملش أي تشويه في المناطق الأثرية، ونعامل السياح معاملة كويسة. يبقى واجبنا ناحية السياحة بيتلخص في 3 نقط: 1 المحافظة على نظافة المناطق السياحية، 2 عدم تشويه المناطق السياحية، 3 معاملة السياح معاملة حسنة. طيب ده بالنسبة واجبنا نحو السياحة، ايه واجب الدولة؟ الدولة بتعمل ايه؟ هل بتعمل جهود عشان تنمي السياحة دي؟ الحقيقة أول حاجة بتنشئ العديد من القرى السياحية والفنادق. عايزين تيجوا يا سياح علشان تزوروا أماكن سياحية؟ بس تعالوا وانتوا ما تشغلوش هم بأي حاجة، عندنا قرى سياحية تستمتعوا فيها بالاستجمام والإقامة، وعندنا فنادق على أعلى مستوى. تاني حاجة بتعملها الدولة الاهتمام بنظافة المناطق السياحية وتجميلها. بتهتم جدا بأن المناطق السياحية تكون نظيفة وجميلة. تخيلوا سايح كده شاف منطقة سياحية مش نظيفة، هيجي لها تاني؟ أكيد لأ. فالدولة بتهتم بنظافة المناطق السياحية جدا، وإن هي تكون جميلة دايما. تالت حاجة بتوفر وسائل النقل والمواصلات والاتصالات. وسائل النقل والمواصلات حاجة، والاتصالات حاجة تانية. وسائل النقل والمواصلات يعني، فلنفترض إن السائح جاي على اسكندرية وعايز يزور الأهرامات اللي في الجيزة، هيستخدم وسائل نقل ومواصلات تتمثل مثلا في طيارة أو قطر أو طرق برية، سيارة يعني. طيب دي بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات. إيه هي الاتصالات؟ الاتصالات بتتمثل في الإنترنت، التليفونات، أي حاجة ممكن الإنسان، الفاكس، أي حاجة ممكن الإنسان يتواصل بيها مع الإنسان التاني. رابع حاجة الدولة بتوفرها، بتوفر الأمن والأمان للسائح خلال رحلته. يعني السائح بيبقى موجود عندنا في مصر وهو مطمن إن هو هيجي وهيتبسط ومفيش حاجة هتعكنن عليه، هيبقى آمن ومفيش أي نوع من أنواع عدم الأمان هيبقى حواليه. لا، الدولة بتوفر أمن وأمان لكل المناطق السياحية جدا، بتوفر عناصر من الشرطة والأمن بحيث يبقى السائح موجود في القرى السياحية دي وهو مش واجع دماغه بأي حاجة، هو مطمن موجود في المكان ده ومطمن إن مفيش حاجة هتتسرق ولا حد هيتهجم عليهم ولا أي حاجة. يبقى رابع حاجة بتوفر الأمن والأمان للسائح خلال رحلته. خامس حاجة الدولة بتوعي المواطنين بآداب التعامل مع السياح،
من خلال بقى السوشيال ميديا، من خلال الإعلام والقنوات الفضائية. يا جماعة لازم نتعامل مع السياح بآداب وبحسن سلوك، فالدولة برضو بتوعي المواطنين بكده. إذا الدولة بتعمل 5 حاجات: إنشاء العديد من القرى السياحية والفنادق، الاهتمام بنظافة المناطق السياحية وتجميلها، توفير وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، توفير الأمن والأمان للسائح خلال رحلته، توعية المواطنين بآداب التعامل مع السياح. آخر حاجة يا ولاد حابب أقولها لكم، إن السياحة تعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية اللي بتعتمد عليها الدولة في زيادة دخلها القومي. إحنا عندنا مميزات كتير قوي ممكن تخلي السياح ييجوا. يعني مدينة الأقصر وحدها فيها تلت آثار العالم، أنتم متخيلين يا ولاد؟ أتمنى تكونوا استفدتم من درس السياحة، وإلى لقاء آخر.